قلت اليوم بغا نخرج طريق الفاسد، راه واحد خا واحد واحد السيده هي اللي كتبقى لي يلاه غتمشي تجيبي الفلوس غديري ولدك غيداوى غتفرشي ما غتبقايش عريانه على الدس، شوفيني انا شوفيني هادي صافي. وليت كنقول واقيلا هذيك الطريق الساهله كتغن كتغن كتغندير واحد الحدود بيني وبين الله سبحانه. قول لي كيفاش قلتي لي بلي ولدك رجع مريض؟ شنو ملي ان الفيديو الاول كان مريض، الفيديو الثاني كان شويه بدا يتحسن، دابا شنو عاوتاني بدا يرجع للحاله؟ بعدا اول حاجه كنشكرك اولدي توفيق ملي جيتي عندي، ما خليتينيش بلاش. اش غنقول لك، الناس تعاونوا معايا ولكن ولدي تبدا كيصح، ولكن ما قدرتش نكمل ليه داك العلاج ديالو العلاج الاولاني. واش نقول لك اولدي توفيق، لقيتيني اليوم غنخرج لواحد الطريق اللي كنت غنخرج له وغندم عليه حياتي كامله. اين الطريق؟ نكذبش عليك، كنت غنخرج الطريق الحرام اللي ربي ما كيبغيها حتى شي واحد على ود ولدي، حيتاش كن ملي كنمشي كنخرج نبيع الشوكولاته وكلينيكس برا، كنجي كنلقاه مغيب، يعني ما عنديش ليه الجات. ما كاينش كديري، ما كاينش كن حاجه مثلا الطريق اللي قلتي انت باغي تخرجي ليه. كتبش لك كنت اليوم باغي نخرج طريق الفساد. امين كنشوف ولدك مغاربه ان شاء الله غادي يعاونوه، وابار لطريق الفساد ولا شي حاجه حنا نشوف بغينا انه يعاونوك باش توصلي لواحد النتيجه. ما يمكنش تخرجي للطريق باش تضيعي ولدك، حيت ما صبتش ولدي باش نعالج ولدي، ما داكشي ما كفانيش، ما صبتش. ولكن راك عارف انت طريق، شوف طريق الفساد راه ما عمرها تكون حل. طريق الفساد تنشوفو بانه بنادم تيخرج ليه راه تيولي نادم عليه. انا راه واحد خا واحد واحد السيده هي اللي كتبقى لي يلاه غتمشي تجيبي الفلوس غديري ولدك غيداوى غتفرشي ما غتبقايش عريانه على الدس، شوفيني انا شوفيني هادي صافي. وليت كنقول واقيلا هذيك الطريق الساهله كتغندير واحد الحدود بيني وبين الله سبحانه. يعني هذه هي تتخرج هي اللي بقات كتزعم فيا، ومن عند الله سبحانه ربي ما بغانيش نمشي لديك الطريق، وما وانا اصلا ما نقدرش نمشي لها. انا مني جينا في واحد الوقت اللي هو مناسب اللي انتي كنتي اللي محتاجه بزاف. شوف طريق الفساد ما عمرها تكون الحل، وداك السيده هذيك شوف ملي خرجت لك الطريق الا وهي تتشوف بلي انه داك الطريق ساهله ومناسبه ليها، فهمتي كيفاش كل واحد باش ليا، وماشي هذاك الطريق ماشي ديال وجهي، ما نكذبش عليك. كنت المغاربه راه ما يمكنش، وكنخاف من الله وكنتبع صالتي، وكون مشيت لديك الطريق كنت غندم واحد الندم اللي عمر ربي ما غادي يغفر لي عليه. قلتي عزيز راه ما يمكنش واحد السيده باش تعالج ولدها وباش تعيش باش تاكل وتشرب تخرج لواحد الطريق اللي هي خايبه. والغريب في الامر هو انه نتوما عارفين المغاربه شو ما تبكيش دموعك غاليين. الغريب انه الحاجه الزوينه في المغاربه انه تنبارطاجيو شي واحد تعاونوك وتتعاونوا الناس، وما يمكنش تشوف بلي انه الانسان محتاج وما تعاونوش. السيده ناس على الدس، ولدها مريض محتاجه اللباس محتاجه الفراش. بالنسبه للناس ديال القنيطره حق الناس ديال القنيطره اللي عنده شي فراش زايد يعطيها لهاد السيده، شي حويجات للدري ولدها حويجات ليها باش ما قدرتو تعاونو، باش ما عطى الله القليل الكثير اللي جاب الله. تواصلوا معايا معاها نجيبكم حتى لعندها. المهم باش ما بغيتو نتوما تعاونو، ما كرهناش تعاونو ولو غير بالقليل. دابا المغاربه تيشوفوا فينا، شنو تقدري تقولي لهم؟ اش غنقول لهم؟ انا بغيت المغاربه خوتي داخل الوطن وخارج الوطن يبقوا متبعين معايا العلاج لولدي اللي تيوقف. ما نكذبش عليك، ما بقيتش عارفه شنو ندير، واش نتبع العلاج ديالو، واش نمشي ناخذ ليه الفراش باش نغطيه في هذا البرد. حرت بزاف. يعني هاد الوليد خاصو العلاج، خاصو العنايه، خاصو بزاف د الحوايج. ولدي توفيق ما نكذبش عليك، ما قدرتش كنخرج كنبيع الشوكولات كنجيب 30 درهم في النهار، يعني 30 درهم في النهار ما داير ليا حتى شي حاجه. صور 30 درهم 30 درهم في النهار، كناخذ قرعه ب 700 ديال الشوكولات كنصور فيها 30 درهم، و 700 كنخرجها باش تغدلي عاوتاني ناخذ قرعه اخرى. يعني ما عندكش باش تصرفي على ولدك؟ ما كاينش الكرا زايد المصاريف. ما كاينش. كيقول لك حق المغرب مابقاش فيه الجوع، انا بعدا شايفه الجوع بعينيا.
مغربيه الخير المغاربه الله يجازيكم بخير اللي يقدر يعاون، ولو غير بالقليل اي حاجه قدرتوا تعاونوا بها وغير القليل، شو مني تتعاونوا غير بالقليل، دعوه زوينه تبارطاجيو غير الفيديو، تكملوا الفيديو الاخر يطلع لوحدين اخرين، كثروا كومونتيرات يطلعوا لوحدين اخرين، يعني ما يمكنش نشوفوا حنا هذا الانسان محتاج وما نعاونوش. حنا في هذه البلاد هذه اللي هي البلاد ديال التعاون ديال الاخوه والمغاربه الاحرار، شكرا لهم من هذا المنبر. تنشكر واحد السيد اليوم اللي تواصل معنا اللي جبنا له السيده واحد البركه، الله يجازيه بخير، وشكرا لاي واحد اي واحد. شنو تقول لهاد الناس هادو اللي تتعاونوا؟ شنو غنقول لهاد الناس؟ تعاونوا معايا ما كتبش لك، تعاونوا معايا واحد جعيالات وواحد واحد الراجل حتى هو الله يجازيه بخير. كنشكرهم بزاف 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 من القلب، وكنقول حاجه اخرى ولدي توفيق، هادوك الناس اللي كيبقاو يعيطوا ليا وكيصيفطوا ليا فيديوهات خايبين، نوكلكم الله سبحانه وتعالى ياخذ فيكم الحق. كيصيفطوا فيديوهات خايبين؟ كيصيفطوا ليا فيديوهات ما نعاودش لك، وعلى هضره كيقولوا ليا وشي حوايج ما نعاودش لك ولدي توفيق، نهار كامل انا كنبلوكي كيبقاو يصيفطوا ليا فيديوهات ما نعاودش لك، كي دايرين خايبين بزاف كاع. خوتي العزاز السيده دي حطيناها للمساعده، ماشي بنادم يبقى يدخل يتحرش بها ويدير بها، بغيتي شي وحده سير للبيران، سير قلب على راسك، قلب على راسك، سير لتركيا ولا سير طلع للطاليان ولا سير قلب على راسك في جهه اخرى. حنا تنحطوا لكم مغاربه شرفاء اللي غادي تعاونوهم وتساندوهم، ماشي تنحطوا لكم باش تدخل تبقى تحرش بها وتصيفط لي فيديوهات داك الشيء. الله يهديكم اصاحبي، الله يهديكم علينا، الله يهديكم. هذا الشيء هذا ما معقولش، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. هذا الشيء هذا راه كيوقع لينا بزاف، حتى السيده ديال سلا وقع ليها مشكل، لازم تيزي عيط ليا الو واش كدا واش تجي لعندي واش ديري واش تفعلي، هو فين ساكنه جيت تسكني معايا جيت ديري معايا جيت تقصي معايا، الله يهديكم اصاحبي. راه تيوقع لنا ماشي كاين اللي كيعيط ليا كيقول ليا ديري معايا وديري معايا في التليفون الصباح نصيفط لك 5000 درهم، ديري معايا في التليفون الصباح نصيفط لك 2000 درهم، بزاف هكا. خوتي الله يرحمكم الوالد، هذا راه خصو فيديو بوحديتو هذا نهضروا عليه. واش حنا تنحطوا لكم هاد الناس باش تعاونوهم ولا فقط تقولوا لهم هاد الهضره؟ شتو محتاجين تبقاو تستغلوا فيهم بهاد الطريقه؟ راه ما يمكنش اصاحبي، راه ما يمكنش، والله تحشوم. والكلمه الاخيره اللي غنقول هو شكرا للجاليه المغربيه وتحياتي لها من هاد المنبر واحد واحد في الجاليه المغربيه، وتحيه حتى للمغاربه، ولكن الجاليه المغربيه الصراحه هما اللي تيعاونونا هما اللي تيساندونا هما اللي تيتصلوا بيا باش نعاونوا هاد الناس، باش نعاونوا بزاف ديال الناس، الناس اللي في الزنقه، الناس اللي في اللي محتاجه، الناس اللي تتناس في بركاسات، كل واحد فين تي ناس. شكرا لهم من هذا المنبر، وما كانش هما سمعتي مولا الدار قبيله ملي دخلتي شنو قالت لك على الكرا؟ السيده تتسالى الكرا 3 شهور ديال الكرا، والسيده باقا ما لاقاش كي دير تخلصها. وش نقول لكم؟ الله يدير حتى ولدي الخير. المهم اللي بغى يساعد السيده واللي بغى يساعد بزاف ديال الناس واللي بغى يخرج صدقات، عاد لقاو النوامر في اول كومونتير، اتصلوا بينا وحنا راه الاشاره ديال اي واحد، اي واحد بغى يدير شي اجر غيشوف رزقه فين تيتحط، الناس اللي محتاجين صيفط رزقك غتشوفوا فين تيمشي. وشكرا لاي واحد، وما تبكيش وان شاء الله المغاربه غيعاونوك. شنو تقولي اخر كلمه؟ شنو نقول لهم؟ الله يسهل عليكم ويجيب لكم التيسير، عاونوني وعاودوا وليدي، انا راه محتاجه لكم بزاف، حيت انا راه اختكم، راني منكم ماشي، ومحمد حتى هو منكم، تساعدوا معايا. خوتي العزاز غادي نشكركم كاملين كاع لي فان ديالي، شكرا لكم. تنفرح ملي تنشوف كومونتيرات زوينه، تنشوف البارطاج، تنشوف بزاف د الحوايج زوينه، هادشي كامل بفضلكم، حنا ما واصلين الا بفضلكم نتوما والجاليه المغربيه، شكرا لكم. هادشي كامل تيكون بكم نتوما. واحد الشكر الكبير لكاع السلطات ديال القنيطره، ديال مدينه القنيطره وديال المغرب كامل، تيساندونا تيعاونونا، اي خدمه تيأديوها معنا على احسن وجه، شكرا لهم من هذا المنبر. لولا السلطات، لولا البوليس، جوندار من المخازنيه، اي واحد، وتحيه للبوليس من هذا المنبر، حيت الصراحه تيساندونا تيعاونونا وتيشوفونا تنتقاتلوا مع هاد الناس اللي محتاجين وتيزيدوا يعاونونا. شكرا لهم من هذا المنبر، ولا لا يخطيكم علينا، وتحيه لجلاله الملك من هذا المنبر، وتهلاو خوتي العزاز.